أني نونا. طبعاً أصدقائي جاتكم فيديو جديد. أصدقائي بهذا الفيديو اليوم ما رح أكون بهذا الفيديو وحدي أو أصور وحدي، اليوم رح يكون ويانا حموشي. هلا طبعاً اليوم اشتاقت لكم، فقلت النونة مشتاق أشوف المتابعين، فاليوم أخيراً شفتكم فجداً مشتاقكم جداً جداً جداً. ياب يا أصدقائي زمان ما طلعت بالقناة. ياس حموشي جداً مشتاق لكم ومن زمان ما صور وياكم أو صور فيديو لكم هاي. فطبعاً أصدقائي انتبهتوا على هالشي، يعني تكتبتوا له واي بالتعليقات نونة وين حموشي، ليش اختفى حموشي، ليش ما جاي يظهر. فاليوم يعني قررنا إنه حموشي بعد يظهر ولا الصدق طول إنه يظهر، وقلت لكم السبب يا أصدقائي اللي خلانا شوي يعني صور فيديوهات أقل، أو يا أصدقائي يعني ليش حموشي أيضاً ما كان يظهر وايد. طبعاً يا أصدقائي أول شيء إنه استونا كمل امتحاناته أخيراً. استونا طبعاً بس قبل نونة. يس هو قبل يا أصدقائي لأنه في الابتدائي، يعني يوم كملته أخيراً والله تعب والله يعني كلش. بس هي الأسئلة كانت سهلة الحمد لله وجاوبتوا هاي. فأصدقائي اكتبوا لي بالتعليقات هل جاوبتوا وش يعني شنو كان آخر امتحان عندكم. طبعاً راح أقرأ تعليقاتكم وإن شاء الله كلكم موفقين ودرجات عالية. ويلا هسه احنا حنقول بلش. طبعا لكم انه بهذا الفيديو يعني بأي لحظة راح يظهر لكم كود البطاقة المميزة مثل ما مكتوب بالعنوان الفيديو، يعني هو مكتوب وعرفتوا، فبأي لحظة يطلع لكم الكود. انا راح اخلي عرض اول على مود الكل يشوفه بنفس الوقت، مو واحد يمشي او واحد يأخر. اوكي يا اصدقائي، واحنا دائما كل ما متعودين دائما يا اصدقائي انه الكود تبع البطاقة المميزة يفوز في شخص واحد، مو انا اللي سويت الكود، بيكا اكزي اللي سويت الكود ولازم يفوز شخص واحد حسب بيكا اكزي مسوية. خلونا هسه اراويكم يا اصدقائي الايفنت بس او شو راح تحصلون. اول شيء راح تحصلون على قبعة الملابس يا اصدقائي، وهاي اشياء شوفوها ايش قد نادرة، جواهر والشعر يا اصدقائي تبع البنات، وهذا ايضا اللعبة تبع السحر والشعر الاولاد، وهذا والوجه والسروال ويعني الكوز والجواهر والوجه والشوز والهاي الحركة. اهم شيء هاي الحركة ما تقدر تحصلوها الا بالايفنت باس. اوكي وهنا هذه وهذه وهذه الاشياء تعرفوها، وبالاخير راح تحصلون على هذا الارنب سو كيوت. اوكي هذه هي يا اصدقائي الحركة، فهي كلش نادرة يا اصدقائي بالنسبة لي لانه اصلا هي ما موجوده باللعبه غير بالايفنت باس، صح حموشي؟ صح. فيعني لازم انه يعني اشياء اهم شيء بايفنت باس. اوكي خلونا هسه شويه نسولف عن زيرو جرافيتي، لان نزلت اشياء جديده بيكيك زي نشرتها يا اصدقائي، واللي هي مثل ما تشوفون هاي الصوره. حسب ما يقولون اليوتيوبرز انه هذه بدلات جديده يا اصدقائي، بدله مثل ما تشوفون تبع الاولاد الفريق الازرق، وهذه تبع الفريق الاحمر مثل ما تشوفون في الجهه الثانيه. ولكن هل يا ترى شنو قدرتهن؟ اوكي اصدقائي صح شنو قدراتهن نشوفها لما ينزل التحديث. اوكي لكن شنو تحسوها يا اصدقائي مثل ما تشوفون بالصوره، يعني تحسوها اشياء جديده؟ انا حتى انه شايفه هاي الاشياء موجوده في البدله، مثلا هاي بدله الفريق الازرق او تبع الولد او اولاد قصدي، مثل ما تشوفون لابس خوذه تبع اليونيكورن مبين، هو طبعا يعني مسويها ظلال لونه اسود بحيث ما نقدر نعرف انه التفاصيل شنو هذا ايش لابسين. اوكي طيب يا اصدقاء فيعني مو كلش متوقع انه لابس ايضا جناح اليونيكورن مثل ما تشوفون، فما اتوقع انه اشياء جديده، فمو كلش مبينه هي التفاصيل، فمو هسه احكم. اوكي يا اصدقائي طبعا يا اصدقاء قالت شركه بي كي اكس دي راح يكون التحديث متطور اكثر من العام. يب يا اصدقاء يعني حسب ما قالت ماكسين انه راح يكون التحديث زيرو جرافيتي هذه السنه انه جدا مطور وجدا خرافي واشياء جديده ما شافها قبل في بي كي اكس دي والعاب ايضا اخرى. لكن تدرون انا شو افكر حاليا هسه بهذين البدلات ممكن اكو اختلاف يعني شوي. انتم تعرفون انه الفريق الازرق راح يكون بيونيكورن ازرق، والفريق الاحمر راح يكون بالطير الاحمر. اوكي نفس ما عرفنا احمر. يس حموش سويت ري. اوكي المهم فطبعا مثل ما تشوفون يعني هي الصوره تبع بدله الفريق الازرق راح تكون يمكن هم شكل يونيكورن لكن بالوان زيرو جرافيتي، يعني مثلا خلينا نقول الخوذه راح تكون لونها ازرق، الجناح ازرق وابيض، هيك شيء يا اصدقائي يعني حيسوها نفس الاشكال تبع هسه نعرفها لكن بالوان مختلفه. احنا نعرف انه عندنا بي كي اكس سي هاي الخوذه او الخوذه قصدي او هذه القبعه وين هسه لحظه هاي الشخصية ايضا هاي بالصورة تبع الفريق الاحمر لابسة هذه نفسها، لكن ممكن بالوان ثانية على الطير الجديد تبع زيرو جرافيتي الاحمر. اصدقائي بالتعليقات اي فريق راح تختارون، فريق النار او الفريق الازرق؟ انا حاليا لسه محتارة لكني افكر بالفريق الازرق، يعني انا احتمال الازرق. طيب يا اصدقائي لان ذيك السنة انا اختاريت الفريق النار وكنت خسرت، فافكر هالمرة يعني اكون بالفريق الازرق حتى لو ما خسرت، انا المهم اني احب هذا اللون. هذه حاليا انا لما قلت لكم الفريق الازرق هاي حاليا مبدئيا،
يعني بعد ما مقررة. ياس مو جواب نهائي يا أصدقائي. طبعاً يا أصدقائي كتبوا التعليقات أي فريق راح تختارون. أنتوا يمكن اختارتوا وأنا حاليا لسه ما اختارت. المهم خلونا طبعاً نسوي جولة في بيت حموشنا. أصلاً ما سوينا جولة ومن زمان ما مسوين جولة في بيت. فتعالوا نشوف بيت حموشنا أيضاً لسه ما شفته. اوكي دخلنا يا اصدقائي مثل ما تشوفون بالبدايه كلش حلوه. نونا خلنا ضيفك. واو راح اسوي شوف بعدين مفاجاه خليتكم. اوكي طبعا البيت كلش كلها خلونا انا اسوي لكم جوله وحموش يروح يطبخ. اوكي طبعا الطابق الاول سو كيوت فخلونا نروح الطابق الثاني راسا. ايضا هنا طاولات. واو لكن طاولات واي. اوكي حلو هذا المكان ويلا نروح على هذا المكان. شوف شوف بعد ما نكمل حموش هذا المكانين انا هم لسه واو كملت بسرعه. خلينا نشوف يا اصدقائي شلون جهز لي حموشي. اوكي انا مقعد. اوه واو دونات يا اصدقائي بالشوكولاته او الشوكولاته. اوكي شوكولاته. واو يا اصدقائي هذه هي الكرواسون مثل ما تشوفون. خلونا نجرب طعمها. دونات مو كرواسون. اقصد دونات. اوكي واو طعمها سو كيوت. ثانك يو سو كيوت اقصد طيبه. اوكي البيت صراحة سو كيوت وكثير حلو. كم قيمة؟ أقيمة يا أصدقائي 10 من 10 لأن كلش كيوت يا أصدقائي البيت وترتيبه يعني. وأنتم يا أصدقائي يعني كم تقيمون؟ يس يا أصدقائي أيضا أريد قيمون بيت حموشي. أوكي خلونا يا أصدقائي نروح هسه على المطبخ ونسوي يعني وجبات أو حلويات يا أصدقائي هيك بدون تفكير نستخدم رأسه. طبعا حموشي حاط هذه وهذا النيك سو كيوت. أوكي يلا خلونا نختار بسرعة. أوكي فراح استخدم شوكليت. راح يصير دونات من شوكليت نفس اللي سوى ليها حموشي. يلا خلينا نختار بعد من جديد. ماي دونات بالجبن. اوكي فانا راح استخدم فراوله ونشوف شو راح تحصل. راح اخليها هاي. راح اسوي احاول اسوي اشياء ثانيه غير الدونات غير شيء. طبعا طلعت لي اصدقائي كب كيك تبع الفراوله. خلونا نشوف بعد شيء ثاني. كب كيك شوكولاته. واو اوكي يلا نشوف شوف المره اعتقد كرواسون. اوه ماي جاد يا اصدقائي طلعت لي هالمره كرواسون اقصد دونات مختلفه يا اصدقائي طعم الفراوله. هنا اكثر شيء عندنا شوكليت فعندنا هالمره الفراوله. خلونا نجربها لان كمل مكان طعمه طيب. من يحب نكهه الفراوله والشوكليت اكتبوا لي تعليقات لان هذني الثلاث كلش حبين. انا اكثر شيء الفراوله. يس واكيد هسه يا اصدقائي طلع الكود وفاز به شخص من المتابعين فالف مبروك على الشخص اللي فاز بالكود. اذا فزت بالكود يا اصدقائي يعني اللي فاز هسه خليه يدز ليها بالانستغرام علامة اشهر الفيديو لما يفتح البطاقه المميزه يا اصدقائي. وفارس جونز يا اصدقائي ايضا على مود يعني شكو شيء جديد ينزل لكم على طول. واكيد اكو يا اصدقائي سحوبات تنتظركم هواي حتى في زيرو كرافتي. اوكي يا اصدقائي فان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. حطوا لايك شكروا القناه وبس باي باي.